جزء مهم في دراسة الجينات هو إنه نضيف طفرات أو نعمل تغيير في الجين اللي عم ندرسه ونشوف أثر هذا التغيير على الصفة اللي كان يعملها expression هذا الجين. لهيك إحنا لما ندرس أي جين معين بنلجأ إنه نعمل فيه mutations، وبعدين منشوف هل هاي الميوتيشن أثرت على هاي الخلية، مثلا هل تغير ردة فعلها للحرارة، هل صارت تحتاج ميديوم مختلف. وهذا الحكي بيعطينا indication على نوع الطفرة اللي صارت وعلى الإفكت تبع هذا الجين. هلأ الـ recombinant DNA فتح لنا باب كتير كبير في هذا المجال اللي اسمه mutagenesis، اللي هو انه نضيف طفرة على الجين اللي عم ندرسه علشان نشوف اثر هذا الجين او اثر هاي الطفرة على الجين. كيف فتح لنا هذا المجال؟ بانه صرنا باستخدام الـ recombinant DNA انه نعمل طفرة او mutation بالجين of interest لما يكون كلوند بفيكتور معين. يعني نحن حكينا انه الكلون جينز بيكونوا جينز of interest، منكثرهم ومنعملهم isolation. ممكن بما انه احنا بدنا نعمل mutation لجين وندرسه، نعمل mutation هون بالrecombinant DNA بالكلون جين الموجود بالفيكتور. هلأ في عنا أكثر من طريقة علشان نعمل mutagenesis لكلوند جينز. أهمهم أو الفكرة منهم إنه أو البيسك ميثود تبعهم إنه نستخدم أو نعمل برايمر. هذا البرايمر يكون فيه الميوتيشن اللي إحنا بدنا نعملها بالكلون جين، يعني الطفرة اللي بدنا نعملها بهذا الجين نعملها على شكل برايمر، على شكل أوليغونيوكليوتايد. هذا البرايمر منخليه يعمل بيس بيرينج أو هايبريدايزيشن في الكلون جين اللي احنا حاطينه بفيكتور وعاملين ريكومبيننت دي ان اي له، وبعدين بنصير لما نكثر هاد البلازميد فيكتور تكثر النسخ اللي فيها الطفرة، لانه اكيد هاي النسخ فيها البرايمر اللي فيه الطفرة. خلونا نفهمها بالتفصيل. هاي في عنا الستارتنج بلازميد، وهذا هو الجين اوف انترست تبعنا، يعني هاي الكلوند جين تبعنا. اول اشي طبعا رح نعمل له ديناتوريشن علشان يصير سنجل ستراندد. دائما لما بنضيف برايمر لازم يكون قبليها في خطوة ديناتوريشن. فبعد ما نعمل ديناتوريشن بنضيف البرايمر تبعنا اللي فيه الميوتيشن. ما هي هون الفكرة انه احنا بدنا نضيف طفرة في الكلون جين اللي هو الجين اوف انترست. لما اضفنا هاي الطفرة وصار في عنا DNA synthesis وصار في عنا DNA synthesis زي ما احنا شايفين، وصار في عنا plasmid. هذا plasmid فيه الميوتيشن هيك، وزرعنا هذا او زرعنا البكتيريا اللي بتحتوي على هذا الفيكتور او هذا البلازميد، اعطتنا الخلايا البكتيرية او الكولونيز الميوتنت بلازميد، واعطتنا طبعا الا ما يطلع معها نفس الستارتنج بلازميد. احنا بنعمل ايزوليشن للميوتنت بلازميد وبنستخدمه بعدين في دراسة الجين اوف انترست. هلا احنا مثلا بدنا ندرس جين، هذا الجين لخلية فار، هذا الفار بدنا نأثر في صفة معينة في بيمثلها هذا الجين. فالجين اوف انترست اللي بدنا ندرسه لهذا الفار عملنا له كلونينج بالبلازميد فيكتور تبع الاتشريشا كولاي وحصلنا عليه هيك مثل الطريقة اللي شرحناها. المشكلة عنا انه هذا الفار لما بدنا نزرع هذا البلازميد اللي كثرنا منه ونحطه بهاي الماميليان سيل تبعت الفار، المشكلة انه هذا الفار بيحتوي في النيوكليوس تبعته على الجين الطبيعي، على الجين اللي ما فيهوش طفرة، وبالتالي رح يصير في اكسبريشن للجين الطبيعي. يعني وجود البلازميد تبعنا زي عدمه، لانه رح يصير في عنا اكسبريشن للجين الطبيعي. لهيك احنا لازم نسكت او نوقف الاكسبريشن تبع الجين الطبيعي اللي موجود بالخلية الماميليان سيل مثلا او الخلية الطبيعية، ونخلي يصير في عنا اكسبريشن بس للبلازميد تبعنا، للكلون جين اللي عملوا له ميوتيشن بس.
ففي عنا أكتر من طريقة علشان نعمل inactivation للكروموزوم أو الكوبي الطبيعية للجين الموجودة already في الخلية اللي إحنا عم ندرسها. لهيك في عنا أكتر من طريقة. خلينا ندرس هاي الطرق اللي بتعمل elimination للإفكت الطبيعي تبع هاد الجين. الأساس تبع هاي الشغلة elimination هاي هو عملية اسمها homologous recombination. هلأ الhomologous recombination فكرته إنه جين يحل محل جين تاني. الجين اللي إحنا بدنا يحل محل جين تاني هو الكلون جين اللي فيه الميوتيشن، لازم يعمل replacement للنورمال جين، يعني يحل مكانه ويطفي عمله يسكته يعني. هلأ عشان يصير هاي الحركة، تصير هاي الريبليسمنت، لازم يصير في عنا كت في الجين الطبيعي، وبس يصير في كت في الجين الطبيعي يتسكر بالميوتيشن، يعني ينحل نحل مشكلة الكت هاي بأنه نعمل DNA synthesis. إيش بس DNA synthesis فيها هاي الميوتيشن، هاي الحركة بنسميها homologous recombination. خلينا نشوفها هون عشان نتأكد أنه فهمناها. اللي بيصير انه بيصير في عنا كت بالدبل ستراندد النورمال جين، هذا بيصير فيه كت زي ما احنا شايفين الازرق هو النورمال، وهذا اللي هو اللي احنا اضفناه اللي هو الكلوند جين اللي فيه الميوتيشن اللي هو لونه احمر. لازم يجوا انزيمات موجوده في الخليه، هاي الانزيمات بدها تيجي تحل مشكله الكسر اللي صارت بالدي ان اي، بتقوم بتستخدم الميوتيتد جين زي تمبلت وبتبني على اساسه الـ DNA في مكان الكت. فلما تبني بصير في عنا نسختين من الـ، أو بصير في عنا بدل النسخة النورمال بصير في عنا ميوتيشن، وهاي الميوتيشن اجت من الـ introduced cloned جين، يعني بسبب الكلوند جين اللي دخلناه على الخلية. هاي الشغلة اسمها homologous recombination. هلأ زمان كيف كنا نعمل homologous recombination باللاب؟ كنا نستخدم نعمل recombinant proteins. recombinant proteins يعني زي الهايبريد proteins اللي موجودين اللي شرحتهم بفيديو الخميرة، يعني بروتين بتكون من fusion من أكتر من بروتين. هلأ recombinant proteins هنا بهذا الفيديو فكرتهم انهم بتكونوا من nucleases و DNA binding domain. DNA binding دومين هو جزء من البروتين، هذا الجزء بيرتبط بسيكونس معين من الدي ان اي. السيكونس المعين عنا هون هو الجين الطبيعي، السيكونس الطبيعي. هذا الدي ان اي بايندينج دومين بيرتبط بهذا السيكونس الطبيعي، وبما انه معمول له فيوجن مع نيوكلييز، والنيوكلييز بيعملوا كت للدي ان اي سيكونس، فالسيكونس الطبيعي اللي ارتبط في الدي ان اي بايندينج دومين رح يصير له كت باستخدام النيوكلييز. يعني الفكره انه زمان كنا نعمل ريكومبيننت بروتينز، هذول الريكومبيننت بروتينز بيتكونوا من نيوكلييزز ودي ان اي بايندينج دومينز. دي ان اي بايندينج دومينز بيرتبطوا بالنورمال الليل أو السيكونس النورمال، والنيوكلييزز بيجوا بيقصوا هاد السيكونس الطبيعي، وبس ينقصوا السيكونس الطبيعي بصير في عنا هومولوجس ريكومبينيشن زي ما شرحناها هون. هلأ حديثا بدل ما يستخدموا DNA binding domains علشان يرتبطوا بالspecific sequence الطبيعي اللي احنا بدنا نعمل له cut، صرنا نستخدم RNA molecules، وهدول الـ RNA molecules بيكونوا complementary لهذا السequence اللي بدنا نقصه، ولما يصير في بينهم hybridization او يصير في عنا base pairing بيعمل بيكون في هذا جنب الـ RNA molecule، يعني الـ RNA molecule بيكون عامل complex مع enzymes، وهدول الـ enzymes بيعملوا nucleases بيعملوا كت للـ DNA sequence اللي ارتبط في هذا الـ RNA molecule. مثال على اللي صرنا نعمله حديثا اللي هو انه RNA molecule يرتبط بـ specific sequence و nuclease يجي يقص هذا الـ specific sequence هو الـ CRISPR-Cas system. الـ CRISPR-Cas system أخذناه برضو، أخذنا فكرته من البكتيريا. البكتيريا عندها CRISPR-Cas system. ليش البكتيريا عندها؟ يا بتستخدمه برضو علشان تقاوم يعني جزء من جهاز المناعة علشان تقاوم الفيروسات أو البلازميد أو أي فورين نيوكليك أسيد بيدخلها. الكريسبر هو عبارة عن clustered regularly interspersed palindromic repeat، يعني
كابالين دورميك يعني بتنقرأ من اليمين ومن اليسار نفس الإشي. كيف يعني؟ خلينا نأخذ مثال على بالندورميك ريبيت، زي مثلا من أنا أحكي سيم تي اي جي اللي هو بينقرأ على الستراند المقابلة له انه جي اي تي سي، فلو نقرأه من اليمين سي تي اي جي بهاي الستراند، وعلى الستراند الثانية من اليسار سي تي اي جي نفس القراءة. بس بما انه احنا هون عم نحكي عن ار ان اي مولكيول، فحلو نفهم انه هو ار ان اي، فهي هاي يو وهاي يو كمثال على الكريسبر، لانه الكريسبر اذا هو عبارة عن بالندورميك ار ان اي سيكونسز، اذا هم عبارة عن بالندورميك ار ان اي سيكونسز موجودين في البكتيريا. كاس هم كريسبر اسوسييتد سيستمز او بروتينات موجودين مع الكريسبر، بيكونوا اسوسييتد مع هذا السيستم. فصف السيستم بيتكون من بالندورميك ار ان اي سيكونسز، وبيتكون من انزيمز ثانيين بنسميهم كاس اللي هم كريسبر اسوسييتد سيستمز. الكريسبر او اللي هم هدول الار ان اي سيكونسز البالندورميك، فكرتهم انه هم اللي بيرتبطوا بالسبيسيفيك سيكونس اللي احنا بدنا نقصه بالتارجت سيكونس تبعنا النورمال. والكاس اللي هم بيكونوا نيوكلييزز، نيوكلييزز رح يقصوا لنا هذا الدي ان اي او التارجت دي ان اي سيكونس. تمام، مثال عليه او نحفظ اسماء ال ار ان اي سيكونس رح نسميه جايد ار ان اي، والنيوكلييز هو كاس 9 نيوكلييز. مش احنا حكينا كاس كريسبر اسوسييتد سيستم، هلا ضفنا رقم 9 كاس 9 نيوكلييز وجايد ار ان اي. الجايد ار ان اي بيعمل كومبلكس مع الكاس 9 نيوكلييز، وهذا الكومبلكس بيساعدنا انه نقص سبيسيفيك سيكونس. الجايد ار ان اي رح يكون كومبلمنتري له، فالجايد ار ان اي راح يعمل هايبريدايزيشن مع السيكونس اللي احنا بدنا نقصه، ولانه الجايد ار ان اي عامل كومبلكس مع الكاس 9 نيوكلييز، الكاس 9 نيوكلييز راح يقص هذا السيكونس، وبعدين بالهومولوجس ريكومبينيشن راح تنبنى راح نعبي الفراغ اللي هو صار فيه كت ب ميوتيشن. جاي هاي الميوتيشن من الميوتيتد كوبي من الجين اللي دخلناها اللي هي الكلون جين اللي دخلناها على شكل بلازميد او على شكل فيكتور. تمام، وهيك بنكون عملنا إليمينيشن للنورمال اكسبريشن للجين اللي موجود في هاي الماماليان سيل. هلا في طريقه ثانيه كمان علشان نعمل إليمينيشن لهذا الاكسبريشن الطبيعي، اللي هو انه نستخدم شيء اسمه انتي سنس نيوكليك اسيدز. انتي سنس نيوكليك اسيدز هدول عباره عن نيوكليك اسيدز ما بصير لهم كودينج بالخليه، ما لهم اكسبريشن، ما بصير لهم اكسبريشن. بنعمل هدول النيوكليك اسيدز باللاب، وهدول النيوكليك اسيدز بنعملهم يكونوا كومبلمنتري للسيكونس اللي احنا بدنا السيكونس الطبيعي. بس ما بدنا نقص السيكونس الطبيعي، لا، احنا هون بنعمل التارجت تبعنا مش الدي ان اي الطبيعي، مش السيكونس الطبيعي تبع الدي ان اي. التارجت تبعنا هو الام ار ان اي مولكيولز اللي صار لهم ترانسكريبشن من الدي ان اي الطبيعي اللي موجود في الخليه. فلما يطلع ام ار ان اي طبيعي بده يصير له اكسبريشن، واحنا بدنا نطفي هذا الاكسبريشن. الام ار ان اي بنضيف لهم الانتي سنس نيوكليك اسيدز. الانتي سنس نيوكليك اسيدز ممكن يكونوا سنجل ستراند دي ان اي، ممكن يكونوا ار ان اي مولكيولز. هدول الار ان اي او الدي ان اي بيكونوا كومبلمنتري لهذا الام ار ان اي مولكيول اللي رح يصير له اكسبريشن المفروض. فبس هم انتيسنس، بيجوا هدول الانتيسنس نيوكليك اسيدز زي بيعملوا بلوكج للام ار ان اي مولكيولز اللي كانوا موجودين الطبيعيين الموجودين في الخليه، وبيمنعوا انه يصير لهم ترانسليشن. يعني اوكي صار للجين ترانسكريبشن بس ما صار له ترانسليشن، لانه جبنا انتيسنس نيوكليك اسيد عملوا هايبريدايزيشن وبلوكج لهدول الام ار ان اي مولكيولز. فالانتيسنس نيوكليك اسيدز التارجت تبعهم هم الام ار ان اي مولكيولز، بينما بالهومولوجس ريكومبينيشن اصلا ما بيصير في ترانسكريبشن.